مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة كالعادة هتكون حلقة مهمة جدا، عندنا أخبار كتير بالتحديد بتتعلق بالنادي الأهلي. خلينا نقول لحضراتكم إن الجزء الثاني من حلقة النهاردة هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد القوسي، وهيبقى حوار كالعادة مميز جدا، وهنتكلم في العديد من الملفات والأمور على الساحة الرياضية المصرية وكمان على الساحة الأفريقية بشكل عام. خلينا قبل ما نكمل كلامنا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. الأهلي يستأنف تدريباته بعد العودة من إسبانيا. لاسارتي يضع مع جهازه المعاون خطة حسم لقب الدوري. الجهاز الفني يطمئن على رمضان صبحي. قطار الكان يصل محطته الأخيرة. صراع خاص بين محرز وماني في نهائي الكان. رئيس فيفا يهنئ مصر بنجاح أمم إفريقيا. اليوم جرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021. طيب عندنا كلام كتير جدا مهم، بس ركز معايا في اللي هتكلم فيه دلوقتي لان ده متعلق بصفقات النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، واكيد في تساؤلات كتيره جدا بخصوص الصفقات وكلام كتير جدا جدا من اعلاميين مختلفين بخصوص صفقات النادي الاهلي، لكن احنا هنقول لحضراتكم الحقيقه والتفكير ماشي ازاي بشكل مفصل عشان محدش يقول لحضراتكم كلام ممكن يكون فيه زياده شويه وتهويل شويه بخصوص صفقات النادي الاهلي سواء ايجابا أو سلباً. صفقات النادي الأهلي، النادي الأهلي ماشي بشكل جيد جداً في التعاقد مع بعض اللاعبين اللي هو محتاجهم، ركز معايا، اللي هو محتاجهم، تدعيم الصفوف، مش الاهتمام بإن أنا أجيب كم كبير، لا الاهتمام طبقاً لسياسة النادي الأهلي إن أنا أتعاقد مع اللاعبين اللي هيفيدوني، اللي هيكونوا إضافة ليا. هتقول لي يعني في صفقات تانية للنادي الأهلي؟ أه في صفقات تانية للنادي الأهلي. من غير ما نقول العدد ممكن يكون كام، من غير ما نقول طبعا اسماء لاعبين خالص، لكن في صفقات تانية للنادي الاهلي بخلاف تجديد اعاره رمضان صبحي وبخلاف التعاقد مع اليو ديانج لاعب خط الوسط المالي. دول كانوا صفقتين حتى الان، لكن لسه في صفقات تانية وده شيء مؤكد. النادي الاهلي ماشي من خلال ايه في صفقاته؟ من خلال احتياجاته، من خلال التنسيق ما بين الكابتن محمود الخطيب الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ولجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي طبعا برئاسه الدكتور طه اسماعيل فيما يتعلق ويخص كل الصفقات واحتياجات الفريق خلال الفتره اللي جايه. طبعا اهتمام كبير جدا من جمهور النادي الاهلي واسماء كتيره جدا جدا جمهور النادي الاهلي بيتمنى التعاقد معاها، لكن دايما النادي بيبقى عايز يجيب اللاعبين اللي هيكونوا اضافه ليه واللي هيكملوا قوام الفريق، وخصوصا نركز برده في الكلمه دي، النادي الاهلي مليء باللاعبين المميزين جدا، عندك قوام جيد، والنادي الاهلي ابتدى كمان بناء فريقه بشكل افضل من خلال شهر يناير الماضي، وتعاقدت مع اكثر من لاعب مميزين جدا جدا، هتضيف ليهم من خلال صفقتين حصلوا، من خلال صفقات اخرى هتتم خلال الفتره اللي جايه. لكن خليني اقول لحضراتكم قد يكون في اجتماع خلال ايام قليله جدا مقبله ما بين الكابتن محمود الخطيب و لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي لحسم بعض الأمور ووضع الرتوش الأخيرة وإنهاء الرتوش الأخيرة الخاصة ببعض الصفقات، وبإذن الله قريب جدا ممكن تسمعوا عن تعاقدات جديدة بالنسبة للنادي الأهلي. ممكن بيبقى في جو تسخين شوية والناس بتنجر لهذا التسخين، إن مثلا مسؤول في النادي الفلاني أو في النادي العلاني يقول لك أنا خدت صفقة من الأهلي ومش خدت صفقة من الأهلي، النادي الأهلي مش هيسيب صفقة غير لو هو مش محتاجها. تمام، النادي الاهلي مش هيسيب صفقه غير لو هو مش محتاجها، فبالتالي النادي الاهلي بيجيب الصفقه اللي هو ايه محتاجها، فما تقلقوش خالص من الجزئيه دي، ومفيش حاجه اسمها خالص ان الاهلي تعاقد مع كل اللي نفسكم فيه، مفيش حاجه اسمها كده. احنا طبعا كلنا نفسنا النادي الاهلي يجيب احسن لعيبه في العالم، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي بيدور على احتياجاته بشكل دقيق جدا جدا جدا. ده التركيز ودي سياسه النادي الاهلي اللي ماشي عليها خلال الفتره الحاليه بالتحديد بخصوص ايه؟ بخصوص الصفقات.
فان شاء الله باذن الله في تدعيمات او في تدعيمات في صفقات اخرى. طبعا في صفقات اخرى، صفقات هتكون مهمه وقويه جدا للنادي الاهلي. طبعا هتكون مهمه وقويه جدا للنادي الاهلي، لكن في حدود احتياجات الفريق. لازم ناكد على الجزئيه دي، لان ما فيش حاجه اسمها ان الاهلي هيجيب كل الصفقات، هيجيب عدد كبير جدا من الصفقات وهيعمل كلام. مفيش حاجه اسمها كده خالص. الاهلي دايما بيدور على اللاعب المميز اللي هيكون اضافه ليه في صفوفه، وخصوصا ان النادي الاهلي يمتلك عدد كبير جدا، مش عدد كبير، القائمه كلها لاعبين مميزين في الحقيقه. تمام. وفي النهايه البطولات هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي. مش معنى كده ان في صفقات، ما بقولش كده طبعا، لا، في صفقات قويه، وباكد تاني وتالت وعاشر، في صفقات جيده محدوده مش بكم هائل وبكم كبير. تمام. في نفس الوقت انت ممكن تعمل صفقات كتير قوي بس البطولات ما تبقاش موجوده، الناتج يبقى صفر، او حتى الناتج ممكن يكون بطوله ولا حاجه، يبقى انت عملت ايه. لكن انت دايما، وده تركيز النادي الاهلي، ان انت بتجيب الصفقات اللي هتكون اضافه ليك في مختلف البطولات اللي انت هتشارك فيها طبقا لاستراتيجيه معينه خاصه بالجهاز الفني، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وبالتنسيق ايضا مع لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي. وده شيء مهم ومميز جدا، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في حسم كل الملفات للتحديد فيما يتعلق بالصفقات قريبا جدا ان شاء الله. وقلت زي ما قلت لحضرتك هيكون في اجتماع مهم قوي قوي ما بين كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط للكره، بالتنسيق طبعا مع الجهاز الفني، بخصوص حسم بعض الامور، لان ممكن تكون انت يعني وصلت اتفاقات معينه مع لاعبين معينين بس خلاص ناقص الموافقات الاخيره والرتوش الاخيره اللي بيتم حسمها، وده طبيعي جدا في الصفقات. وان شاء الله خلال ايام قليله جدا هتسمعوا عن اخبار كويسه باذن الله بخصوص صفقات النادي الاهلي. والاهم دايما بينا، او الاهم دايما لينا خلال الفتره اللي جايه، فوز النادي الاهلي في مختلف المباريات والبطولات اللي هيشارك فيها. ده كان شيء مهم لازم نتكلم ونوضحه لحضراتكم في البدايه. بالتالي خلينا نتكلم على اهم اخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي استأنف النهارده تدريباته في استاد مختار التتش خلال هذه اللحظات، وانا بتكلم مع حضراتكم تدريبات النادي الاهلي، او اولى تدريبات النادي الاهلي عقب العوده من اسبانيا بعد معسكر كان جيد جدا وناجح، وفي او تخلله ثلاث مباريات وديه بالنسبه للفريق، واستعد من خلالهم النادي الاهلي للمرحله الهامه جدا المقبله. وبكره ان شاء الله هيكون في مباراة ودية أخيرة للنادي الأهلي قبل مباراة المقاولين الرسمية في بطولة الدوري، وقبل الأخيرة في هذه البطولة، واللي هتكون يوم 24. المباراة بكرة إن شاء الله مباراة ودية بالنسبة للنادي الأهلي، هتكون في تمام الساعة 6 مساء في استاد مختار التتش بالجزيرة، وده استعدادا أو لتكملة الاستعداد بالتحديد لمباريات الدوري إن شاء الله بإذن الله. وكمان من ضمن الاخبار المهمه جدا، اليو ديانج ينضم لتدريبات الاهلي اليوم، وهو احدث صفقه بالنسبه للفريق، انضم النهارده، وصل امبارح الاربع، وصل امبارح بالليل، النهارده كان في كشف طبي ليه الصبح، وبعدين انضم للتدريبات مساء خلال هذه اللحظات. التدريبات المفروض ان هي ابتدت او هتبتدي خلال دقائق معدوده يعني. أكيد صفقة مهمة ولاعب مهم جدا اليو ديانج، وطبعا هو كان لاعب في نادي مولودية الجزائر، وحصل النادي الأهلي على توقيع هذا اللاعب لمدة 5 سنوات، ويكون إضافة في خط وسط النادي الأهلي. من ضمن كمان الأخبار المهمة، لاسارتي بيجتمع مع الجهاز المعاون قبل المران المسائي، وده اجتماع عشان يتم التنسيق للمرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتدريبات وفيما يتعلق بشكل الفريق خلال مباراتي المقاولون والزمالك. وده اجتماع بيبقى طبيعي جدا للاتفاق على بعض الامور الخاصه بالتدريبات ان شاء الله، وكمان استعدادا لبرنامج الفريق خلال مباراتي المقاولون العرب والزمالك، برنامج الاعداد بالتحديد يعني. وهم زي ما احنا عارفين طبعا ماتشين حاسمين جدا جدا للنادي الاهلي، ان شاء الله من خلالهم تفوز ببطوله الدوري رقم 41 واغلى بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري بالتحديد، ان شاء الله يكونوا موفقين جدا. في المقابل مستر مارتين لاسارتي بيتسلم تقريرا عن اللاعبين المصابين، واحنا عارفين ان عندنا عدد من اللاعبين المصابين مش كتير الحمد لله، قال له يعني بعد فتره كبيره، كان السنه اللي فاتت او السنه الحاليه بالتحديد اللي لسه ما خلصتش، كان في عدد كبير من الاصابات وظروف كانت خارجه على الاراده بشكل كبير، لكن دلوقتي الحمد لله قال له المصابين بقى محمد محمود، سعد سمير، كريم نيدفيد، وشريف اكرامي، رباعي بس، وانضم ليهم بس رمضان صبحي بعد ما اشتكى في العضله الضمه، فمع نهايه المعسكر في اسبانيا اشتكى من الام في العضله الضمه، فبالتالي يعني هم دول عدد المصابين، وبيتم طبعا
متابعه حالتهم، وان شاء الله يكونوا جاهزين خلال الفتره اللي جايه. احنا عارفين ان مثلا محمد محمود عنده قطع في الرباط الصليبي، بيتم علاجه من هذه الاصابه الصعبه طبعا والخطيره، وان شاء الله يرجع احسن من الاول. سعد سمير متواجد في المانيا زي ما قلت لحضراتكم امبارح، بيعمل بعض التدريبات العلاجيه والتاهيليه، وخصوصا ان سعد سمير كان عنده قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وغضروف، يعني اصابه في الركبه. كريم نزل كان عنده الغضروف. شريف اكرامي كان عمل جراحه خاصه بازاله بعض العظام من الركبه، ان شاء الله قريبا جدا جدا يتم التحاقهم بتدريبات النادي الاهلي طبقا لبرنامج كل لاعب وطبقا لاصابه كل لاعب طبعا بكل تاكيد. من ضمن الاخبار كمان اليخاندرو بيبدا تنفيذ المرحله الاخيره لاعداد لاعبي الاهلي، واحنا عارفين مرحله الاعداد بالنسبه للنادي الاهلي ابتدت على او من خلال ثلاث مراحل. المرحله الاولى ابتدت يوم 22 من الشهر الماضي، والمرحله دي كانت مرحله تحضيريه بالنسبه للفريق في استاد مختار التتش. المرحله الثانيه كانت من خلال معسكر للنادي الاهلي في اسبانيا، ابتدى يوم 5 او 6 من الشهر الحالي وانتهى خلاص اول امس. المرحله الاخيره وهي المرحلة الحالية واللي بتتمثل في الاستعداد للفترة المقبلة من خلال مباراتي المقاولون والزمالك إن شاء الله خلال الفترة الجاية في بطولة الدوري. فبالتالي احنا دلوقتي في المرحلة الأخيرة طبقا للبرنامج اللي وضعه أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. طيب من خلال برضو تصريحات لبعض اللاعبين بالتحديد فيما يتعلق بحمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الاهلي واللي بقى له تقريبا 6 شهور بس في النادي، لكن هو في الحقيقه لاعب مميز ومبشر جدا جدا وان شاء الله يفضل او يكون اضافه بشكل اكبر خلال المرحله الجايه بالنسبه للنادي الاهلي. قال ايه؟ قال ان هناك صراع كبير او عفوا هناك اصرار كبير من الفريق لحصد لقب الدوري. اصرار طبيعي ومنطقي جدا، النادي الاهلي اي بطوله بيبقى موجود فيها طبيعي قوي، يعني ان هو بيفكر ان هو يفوز باللقب، وخصوصا ان انت اقتربت ان شاء الله من حسم بطوله الدوري العام من خلال الماتشين اللي جايين. ان شاء الله باذن الله يكون في توفيق كبير بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي كمان حمدي فتحي تطرق لان الجهاز الفني مدرك جدا صعوبه المرحله الحاليه، واللاعبين كمان مدركين هذه المرحله ومدى اهميتها بالنسبه لجمهور النادي الاهلي واهميه الفوز ان شاء الله ببطوله الدوري واسعاد الجماهير. وكمان وصف حمدي فتحي لقاء الاول باللاعبين وبيتكلم على طبعا لما انضم للتدريبات النادي الاهلي لاول مره وكلام من ده، قال ان هو كان شيء حلم بالنسبه له اتحقق، وقال ان ده جزء من احلامه لكن احلامه تكتمل ان شاء الله من خلال فوزه بالبطولات المختلفه مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. كمان تطرق لحسام عاشور وقال ان حسام عاشور هو بيحب جدا طريقه لعبه وادائه، وقال ان هو كان بيتفرج عليه في كاس العالم للانديه زمان وبيتمنى ان هو يكون بكم بطولات حسام عاشور مع النادي الاهلي. لعيب مهم جدا حمدي فتحي، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه. عشان نطمن بشكل اكبر على تدريبات الفريق النهارده واستئنافه ليها، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم حمد لله على السلامه، وطمنا اخبار التدريبات النهارده ايه؟ الله يسلمك زميل امير، تحياتي ليك في البدايه طبعا وتحياتي لكل الساده المشاهدين. بتبدا من جديد المرحله الثالثه طبعا زميل امير لفتره الاعداد التجهيزيه اللي بيعدها بشكل كبير جدا الجهاز الفني للعيبه، ويمكن نجاح الفتره الاولى والفتره الثانيه ده حاجه كانت مهمه جدا، ويمكن كمان في رضا كبير جدا من الجهاز الفني على الفتره وعلى اداء التدريبات لرفع المعدلات اللياقه البدنيه اللي كانت بشكل قوي جدا في اسبانيا زي ما كنا بنشوف في الرسائل تدريبات صباحيه ومسائيه. النهارده خلاص يمكن اول يوم امير بيبدا فيه للنادي الاهلي المرحله الاخيره، محتاجه تركيز اكثر من المرحلتين اللي فاتوا بالنسبه لفتره الاعداد، ومحتاجه اصرار. خلاص ايام بسيطه جدا ونبدا في مباراه المقاولون العرب. الهدف الاول بالنسبه لي للنادي الاهلي مراحل بيقسمها الجهاز الفني واللعيبه، المرحله الاولى مباراه المقاولون ثم مباراه الزمالك. الكل مستعد امير، يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها لسه التدريب بقاله يمكن 10 دقائق بادئ التدريب، طبعا كالعاده بيبقى في بعض الجري، لسه اللعيبه ما دخلتش في تدريبات الكره، لكن عايز اقول لك ان مباراه الغد ليها حسابات خاصه، مباراه الاهلي والبلاستيك اللي اتاجلت زي ما انت عارف طبعا هتكون كانت المباراه اليوم اتاجلت للغد. المباراه هتكون قويه وهيكون فيها يعني نقدر نقول مش بروبة اخيره، لكن نقدر نقول ان النادي الاهلي او الجهاز الفني هيطمن بشكل كبير جدا جدا على كل اللعيبه وبالتحديد اللاعبين الدوليين. اللعيبه الدوليين يمكن ما شاركتش في المباريات، وليد سليمان الوحيد اللي شارك في المباراه الاخيره، فمن الواضح ان هيكون في تشكيل يعني نقدر نقول مش تشكيل اساسي لكن كل اللعيبه هتشارك، لكن في يكون تحديد للتشكيل الخاص بمباراه المقاولون العرب. كل امير مركز، الكل جاهز ان شاء الله باذن الله
ثقتنا في اللعيبه كبيره، مرحله مهمه جدا 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 لكل اللعيبه، وان شاء الله باذن الله تكون التوفيق حليف النادي الاهلي. من الواضح كمان انا شايف النهارده تدريبات كوره يعني مش شايف حاجات فيها احمال خالص، لان اكيد هيبقى في نزول شويه للمعدلات اللياقه البدنيه، وتدريجيا هيبدا يصعد بيها من جديد. شايف يمكن بعض التدريبات الكوره هتبدا مع سبيستيان المدرب لفريق النادي الاهلي، مع الكساندرو الفقره التدريبيه التاهيليه اللي ما بتاخدش اكثر من ربع ساعه، لكن الامور كلها امير على ما يرام مطمن كل جمهور النادي الاهلي. اليو ديانج بيشارك كريم في التدريبات؟ لسه ما نزلش، احنا منتظرينه والله يا امير، ويمكن هو لسه كان متواجد في النادي الاهلي لسه ما نزلش ارض الملعب، بس من الواضح ان هو هيكون متواجد في ارضيه الملعب. وعايز اطمنك كمان واطمن جمهور النادي الاهلي على رمضان صبحي رمضان يمكن شعر بالام بسيطه جدا في العضله الضامه، واحنا في اسبانيا وفي اخر يوم كمان في المعسكر النهارده، ومن الواضح ان يكون في فحص طبي ليه، لان رمضان حتى هذه اللحظه ما نزلش الا ملعب السد مختار التتش، بيتعمل له فحص طبي اكيد من طبيب النادي الاهلي خالد محمود. ان شاء الله ما تبقاش قويه، يعني هي نغزه بسيطه جدا او نقدر نقول حاجه بسيطه، يعني مش هتطول مع رمضان ان شاء الله، لان رمضان بصراحه من اللعيبه اللي كانت مأديه فتره الاعداد على اعلى مستوى، التدريبات اللي كان بيأديها كان واضح تركيزه الكبير، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا كلها تكون مركزه بشكل كبير جدا خلال المرحله القادمه جميعا. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل الاخبار المتعلقه بمران النادي الاهلي واستئنافه لهذه التدريبات خلال الفتره الحاليه استعدادا لمباراتي المقاولون والزمالك، مباراتين مهمين قوي. لكن بالتحديد عايز اتكلم على تصريحات حمدي فتحي، وهي تصريحات مهمه في الحقيقه، واضح ان هو لعيب عنده طموح كبير، لكن في نفس الوقت عايزين نربط الامور شويه ببعضها. حمدي فتحي لاعب في وسط ملعب النادي الاهلي، عندك كام لعيب دلوقتي بعد انضمام اليو ديانج ليه وسط ملعب النادي الاهلي؟ عندك حوالي 7 أو 8 لاعبين تقريبا، عدد كبير جدا. هل من المنطقي ان انت ممكن تكون بتفكر في لعيب اخر تاسع تجيبه في نفس الخط، وخصوصا المركز ده ممكن تلعب فيه اكتر حاجه 3 لعيبه يعني؟ هل ممكن يكون منطقي فكر كده؟ يعني هل ده شيء يبقى كويس؟ او ممكن يكون في لاعبين على الساحه مميزين جدا جدا في هذا المركز، لكن انت في نفس الوقت ايضا عندك لاعبين مميزين جدا جدا في نفس المركز. انت عندك مين في نص الملعب؟ عندك حمدي فتحي، اليو ديانج، كريم نيدفيد، هشام محمد، عمرو السوليه، حسام عاشور، صالح جمعه كمان بيجيد في اي مكان في وسط الملعب، مش بس صالح مش صانع العاب، عربي بدر كمان الناشئ. عندك عدد كبير جدا من اللاعبين في هذا المركز، ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيضيف لاعب اخر في هذا المركز، وركز في الكلام اللي ما بين السطور. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي واخباره خلال اليوم واستئنافه للتدريبات، لكن عندنا اخبار كثيره اخرى سواء محليه او متعلقه بالكان، خلينا نروح نشوف اهم هذه الاخبار في الصحف، يلا بينا. الاخبار، ناس وتحصد البرونزيه بالتخصص. الاخبار المسائي، نيجيريا تخطف البرونزيه، النسور يحصد المركز الثالث للمره الثامنه في تاريخه بهدف في شباك تونس. الاهرام، 28 كاميرا لنقل النهائي، التجهيز لحفل اختتام رائع لكاس افريقيا بحضور انفانتينو صبحي، نجاح التنظيم يؤكد قدره مصر على استضافه كبرى البطولات. المسا، النهائي الخامس بين مدربين محليين افريقيين بالماضي وسيسي على طريق المجد الافريقي. الاخبار المسائي، الجزائر جاهز بالماضي يستقر على التشكيل ويحفز اللاعبين. اليوم السابع، سيسي يرسم خطة التتويج بكأس أفريقيا الليلة، مدرب السنغال يطالب لاعبيه بنسيان مباراة الدور الأول، وكوياتي مستعدون لتحدي الخضر. الأخبار المسائي، ماني ومحرز مباراة خاصة، المنافسة بين اللاعبين ممتدة من صراع الدوري الإنجليزي. الجمهورية، اليتيم وصاحب الحذاء الممزق، حكايات نجوم الجزائر والسنغال، محرز الموهوب يواجه ماني الحريف. الشروق، اليوم انفانتينو يحسب مصير الجبلية، رئيس الفيفا يبحث مع وزير الرياضة تعيين لجنة مؤقتة ويحدد موقف رئيس الكاف. طيب يعني اخبار كلها مهمه جدا متعلقه ببطوله الامم الافريقيه اللي خلاص هتخلص ان شاء الله باذن الله
بكره، واحنا كمصريين نفسنا ان هي تخلص بسرعه بصراحه، لان كل ما البطوله شغاله ومصر مش فيها بيبقى الواحد زعلان يعني. فان شاء الله البطوله تخلص بكره، ايا كان مين يكون موفق في مباراه الغد ان شاء الله هو اللي يكون بطل هذه البطوله. خلينا نبتدي بالاخبار المسائي بالتحديد، وفيما يتعلق بمباراه الامس على المركز الثالث والرابع ما بين نيجيريا وتونس. نيجيريا بتخطف الميداليه البرونزيه، النسور يحصد المركز الثالث للمره الثامنه في تاريخه بهدف في شباك تونس. مباراه للاسف تونس رجعت لادائها السيء جدا جدا من اول البطوله في المباراه دي. هدف مبكر جه من خلال مهاجم منتخب النيجيري اجاله، مهاجم مميز وهداف دلوقتي بطوله الامم الافريقيه بخلال 5 اهداف باخر هدف احرزه امبارح في المنتخب التونسي. فبالتالي تونس للاسف عملت مباراه سيئه جدا واكتفت بالمركز الرابع في بطوله الامم الافريقيه، وكنا نتمنى بكل تاكيد ان تونس على الاقل تحقق الميداليه البرونزيه. من ضمن كمان الاخبار نروح للاهرام. الاهرام بتقول ان 28 كاميرا لنقل النهائي، التجهيز لحفل ختام رائع لكاس امم افريقيا بحضور انفانتينو. وصبحي كمان بيتكلم اللي هو السيد الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بيقول نجاح التنظيم يؤكد قدره مصر على استضافه كبرى البطولات. وفي الحقيقه ان شاء الله باذن الله هنشوف حفل ختام للبطوله جيد جدا بكره على غرار حفل الافتتاح اللي كان اكثر من رائع، وكمان باذن الله هيكون حفل الختام على نفس المستوى واحسن. كمان مصر بشكل عام نظمت البطوله دي بمظهر ما كناش نتوقعه وما كناش نحلم بيه، ان يكون التنظيم بالشكل الجيد ده وردود افعال عالميه جدا جدا على التنظيم، على البنيه التحتيه اللي عندك، على الملاعب، على شكل الملاعب، على كل حاجه. كل حاجه عندك في الحقيقه كويسه جدا بالنسبه لمصر، وعلى افريقيا ان هي تفتخر طبعا بهذا التنظيم اللي صعب يتكرر تاني في القاره الافريقيه في الحقيقه. بعد هذا التنظيم الرائع صعب جدا ان هو يتكرر تاني في القاره الافريقيه، خصوصا في تواجد 24 منتخب، ولاول مره مصر تنظم بطوله، لاول مره في افريقيا يكون 24 منتخب وفي نفس الوقت في وقت ضيق جدا 4-5 شهور، فانجاز كبير في الحقيقه لازم نشيد بيه. نروح للمسا بتقول ان ده النهائي الخامس ما بين مدربين محليين افريقيين، بالماضي وسيسي على طريق المجد الافريقي. طبعا جمال بالماضي مدرب جيد وقدر انه يوصل مع الجزائر لنهائي بطوله الامم الافريقيه وهو مدرب وطني جزائري، وايضا اليو سيسي مدرب جيد جدا وقدر انه يوصل مع السنغال لنهائي البطوله وهو ايضا مدرب وطني، وكان قبل كده في النهائي تواجه مدربين وطنيين 5 مرات يعني. فبالتالي ان شاء الله هنشوف مباراه قويه جدا بكره، والافضل هو اللي اكيد هيفوز في هذه المباراه. نروح للاخبار المسائي بتقول ايه؟ بتقول ان الجزائر جاهز بالماضي يستقر على التشكيل ويحفز اللاعبين. اكيد مش هيكون في تغييرات في التشكيل بالنسبه للمنتخب الجزائري، هو عندهم اصابه في الحقيقه هي يعني ممكن تاثر عليهم شويه، ما تاثروش بيها قوي خلال مباراه قبل النهائي، لكن يوسف عطال لعيب مميز جدا، باك رايت مميز جدا جدا، عنده كسر في التركوه، هو ده الغياب الوحيد اللي هيكون في صفوفه تاني مره يعني، تاني مباراه يغيب من خلالها يوسف عطال، هو ده الغياب الوحيد في صفوف الجزائر. ما اعتقدش ان هيكون في تغييرات كتيره في التشكيل، ممكن التشكيل يكون هو خلال المباراه الماضيه. في المقابل نروح لليوم السابع، اليو سي سي بيرسم خطة التتويج بكأس الأمم الأفريقية الليلة. مدرب السنغال يطالب لاعبيه بنسيان مباراة الدور الأول، وكوياتي مستعدون لتحدي الخضر. طبعا اليو سي سي أكيد جاهز أيضا لهذه المباراة، والغياب الوحيد اللي عنده كالديو كولوبالي، هذا المدافع القوي جدا والصلب واللاعب نابولي ولاعب مميز جدا، أعتقد هيفرق مع السنغال بكرة، وهنشوف النتيجه هتكون ايه. كوياتي طبعا شيخو كوياتي ده لاعب مهم جدا في صفوف المنتخب السنغالي، بيقول ان احنا مستعدون جدا لمواجهه فريق او منتخب الجزائر. وكمان بيتكلم او كمان اليو سي سي بيتكلم على ان مش هنتاثر خالص بنتيجه المباراه في الدور الاول، كان طبعا فريقين او منتخبين مع بعض في مجموعه واحده، والجزائر قدرت ان هي تفوز بهدف يوسف البليلي في الجوله الثانيه من البطوله في الدور الاول، وبيقول ان احنا مش هنتاثر خالص بهذه النتيجه، ومباراه النهائي بتبقى مختلفه بشكل كبير، المنافسه قائمه. فبالتالي خلينا نروح نشوف من خلال الاخبار المسائي مانيه ومحرز والمنافسه ما بينهم. مباراه خاصه جدا ما بين نجمين زي دول في الحقيقه، المنافسه بين اللاعبين ممتده من صراع الدوري الانجليزي،
وفي الحقيقه كان في صراع الدوري الانجليزي طبعا ما بين رياض محرز وساديو ماني، وطبعا كان معاهم محمد صلاح نجم ليفربول طبعا نجم منتخبنا الوطني المصري. الصراع ده كان على بطوله الدوري، بعد بطوله الدوري هيكون في صراع على السوبر الانجليزي خلال الفتره اللي جايه، كمان في صراع في البطوله حاليا ما بين الاثنين، كل واحد فيهم جاب 3 اهداف لمنتخب بلاده، فالمباراه اللي جايه دي هتحسم كمان اهم صراع وهو الفوز بافضل لاعب في افريقيا، فده شيء هيكون مهم. وكل واحد عنده طموحات، زي ما هي طموحات جماعيه اكيد عنده طموحات فرديه بيرغب في تحقيقها، واكيد هيكون ليهم دور الاثنين في المباراه غدا ان شاء الله. طيب خلينا نروح للشروق. الشروق بتقول ايه؟ بتقول ان النهارده انفانتينو يحسم مصير الجبلايه، رئيس الفيفا يبحث مع وزير الرياضه تعيين لجنه مؤقته. خلينا اقول لحضراتكم ان في جلسه بالليل هتعقد ما بين سياده الوزير دكتور اشرف صبحي وزير شباب الرياضه وانفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. الجلسه دي هتبقى بخصوص ايه؟ بخصوص تحديد الفتره اللي جايه وامكانيه فيما يتعلق طبعا بالاتحاد المصري لكره القدم، امكانيه ان يكون في لجنه تدير اتحاد الكره لغايه لما يكون في انتخابات. الانتخابات دي تجيب مجلس يدير الاتحاد لمده 4 سنوات مقبله. هل هينفع نجيب اللجنه دي طبقا للوائح والقوانين وكل هذه الامور؟ هيتم سؤال طبعا انفانتينو في هذه الجزئيه اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. طب لو مش هينفع هيبقى هيستمر طبعا ثروت سويلم، اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد والقائم باعمال الاتحاد، هيفضل قائم باعمال الاتحاد لحد لما يكون في انتخابات تكميليه بعد 90 يوم، فكل دي امور هيتم دراستها من خلال اجتماع اليوم مساء ما بين انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وسياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. دي كانت اهم الاخبار في الصحف، اهم الاخبار بقى على المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف. يلا الشروق. احمد اشكر الرئيس السيسي على نجاح مصر في تنظيم امم افريقيا 2019. فيتو رئيس الفيفا يهنئ مصر بنجاح بطولة الأمم الأفريقية. في الجول أشرف صبحي في مؤتمر كاف نهنئ أنفسنا بنجاح كأس أفريقيا. البوابة سبورت تعيين دروجبا وإيتو معاونان رئيس الكاف. الوطن سبورت اليوم قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالقاهرة. الوطن سبورت رسميا كاف يعلن تغيير حكم نهائي كأس أمم أفريقيا. بوابة الأهرام الرئيس الجزائري يصل إلى القاهرة لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي أفريقيا. كورة سيسي قبل مواجهة الجزائر نهائي أفريقيا سيكون خارج التوقعات. سوبر كورة كاف يمنع الصحفيين من ارتداء قمصان طرفي النهائي غدا. صدى البلد أفريقيا تنتصر لأبنائها، المدرب المحلي يتفوق على الأجنبي في النهائي. الشروق التونسية الجامعة التونسية لكرة القدم تقاطع أشغال الجلسة العادية للكاف في مصر. النهار الجزائرية بالماضي يعلن العداء على أليو سيسي لمدة 24 ساعة. الخبر الجزائرية بالماضي سأحفز اللاعبين بطريقتي. الشباك الجزائرية بالماضي تحضيرنا للنهائي كان عاديا. الهداف الجزائرية بالماضي السنغال هو المصنف الأول إفريقيا والنهائي يختلف عن المباراة الأولى. تصريحاته كتير قوي جمال بالماضي في الحقيقه خلال الساعات السابقه يعني، لكن هو عامه عندهم مباراه قويه جدا جدا بكره مع السنغال، هنشوف مين اللي هيقدر يفوز في هذه المباراه. طيب خلينا نبتدي بالشروق. والشروق بتقول تصريح على لسان احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، قال ان انا بشكر الرئيس السيسي على نجاح مصر في تنظيم امم افريقيا 2019. في الحقيقه مش انت بس بتشكر الرئيس السيسي، احنا كلنا بنشكر الرئيس السيسي على
هذا التنظيم الرائع، على هذا الاهتمام الكبير والغير مسبوق بتنظيم بطولة مهمة جدا 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 لأول مرة ب 24 منتخب في مصر في فترة ضيقة جدا. 4 شهور ده إنجاز يا جماعة، والله مش حاجة بسيطة خالص. تجهز ملاعب، تجهز كل ما يتعلق بالبطولة في فترة زمنية قليلة، 4 شهور، 4 شهور ونص، 5 شهور بكتير يا سيدي، حتى لو 6 شهور قليل جدا جدا. فكل الشكر والتحية والتقدير لكل مؤسسات الدولة بشكل كامل طبعا، وعلى رأسهم طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. النهاردة أحمد بيشيد جدا بالتنظيم وبيقول إن إحنا أو إن هو ما كانش متوقع إن خلال 5 شهور إن مصر تقدر تنظم هذه البطولة، وقال في نفس الوقت مش غريب على بلد بعراقة مصر ان هم يقدروا ينظموا بطولة بهذا المظهر الرائع، وقال ان هي نسخة استثنائية ايجابية، ما لكوش دعوة بالاستثنائية التانية اللي احنا عارفينها اللي عندنا في الدوري دي، لا استثنائية من الجانب الايجابي ان ما كانش فيه بطولة خالص بالشكل ده، بالتنظيم ده، بالمظهر ده، بالملاعب دي، بالبنية التحتية الاكثر من رائعة في مصر. وفي الحقيقة احنا فعلا حسينا ان احنا عندنا ملاعب كتير جدا، ولما بنتكلم مع ضيوفنا الاعلاميين مثلا او المتواجدين في مختلف الدول بيقولوا احنا ما عندناش في بلدنا كم الملاعب اللي موجود في مصر، فدي حاجة لازم احنا نفخر بيها في الحقيقة يعني. طيب من ضمن كمان الاخبار من فيتو رئيس الفيفا بيهنئ مصر بنجاح بطوله الامم الافريقيه. طبعا التهاني هتيجي من كل حته طبعا، رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم بيهنئ مصر طبعا بالنجاح، لان نجاح غير مسبوق وبطوله قويه ومميزه جدا، بتكلم بالتحديد من الجانب التنظيمي، وقال ان مصر بتمتلك بنيه تحتيه رائعه وملاعب مميزه، وقال كمان ان كل المدربين وكل اللاعبين اللي شاركوا في البطوله اشادوا جدا جدا بالملاعب وبالتنظيم، ودي حاجه برضو لازم نفخر بيها جدا جدا، وهي دي مصر وهم دول ابناء مصر. لما بيعوزوا يعملوا حاجه في وقت صعب او في اي وقت كمان بيقدروا ان هم يعملوها، واحنا عندنا احسن من كده كمان ان شاء الله، وعندنا طموحات ان احنا ننظم بطولات عالميه بشكل كبير جدا جدا ان شاء الله. مصر قادره على كل هذه الطموحات. في الجول في المقابل طبعا اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مؤتمر الكاف بيهنئ او بيقول نهنئ انفسنا بنجاح كاس افريقيا، وطبعا نجاح غير مسبوق لبطوله الامم الافريقيه، ولازم نفرح كلنا بالجزئيه دي. زعلانين وهنفضل زعلانين على المنتخب كرويا، دي حاجه مفروغ منها لغايه لما الامور تتعدل، وهنفضل متابعين الامور هتتعدل ازاي، وهنفضل متابعين التصحيح هيتم ازاي، تصحيح الاخطاء، عشان المفروض بقى احنا كمان كمصريين نتعلم ان احنا سكتنا قبل كده بعد روسيا والكوارث اللي حصلت فيها، كوارث ايضا متعلقه بالمعسكر، مقر الاقامه، كل الكواليس اللي حضراتكم سمعتوها وعارفينها كويس جدا. فلازم احنا كمان بدورنا كمصريين وطنيين ان احنا لازم نفضل متابعين التصحيح هيمشي ازاي، ويكون في اصرار على التصحيح ده، واحنا عندنا ثقه كبيره جدا في المسؤولين عن الرياضه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ان شاء الله ان هو هيقدر يعدل هذه الامور السلبيه في الكره المصريه من الجانب الكروي بالتحديد. لكن في المقابل لازم نفرح جدا جدا بالتنظيم الاكثر من رائع، تصريحات مختلفه، رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الافريقي، سياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. طيب من ضمن الاخبار كمان اللي عايزين نعلق عليها من وطن سبورت، وده خبر مهم، وبتقول رسميا تم تغيير حكم المباراه النهائيه. الوطن سبورت كاف يعلن تغيير حكم نهائي كاس امم افريقيا. احنا عارفين خلال امبارح واول كان خلاص اعلنوا ان فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي هو اللي هيدير المباراه النهائيه، تم تعديل الحكم النهارده بشكل رسمي، تم الاعلان على ان اليوم نيانت الحكم الكاميروني هو اللي هيدير المباراه النهائيه، هيعاونه مواطنه ايفرست والفيس كمساعد اول ومساعد ثاني، المساعد الثالث هيكون سوداني وهو وليد علي، والحكم الرابع من بنين إريك كاستا، دول اللي هيديروا المباراة النهائية إن شاء الله. نتمنى المباراة تخرج بالشكل الجيد والرائع إن شاء الله، وحفل ختام كمان إن شاء الله قبل المباراة هنشوفه بشكل أكثر من رائع، وننبسط بكرة. مش هنبسط قوي بصراحة لأن مصر مش طرف في المباراة دي، لكن مصر طرف تنظيمية، فإن شاء الله عشان كده هنبسط جدا بالشكل اللي هيخرج من خلاله هذه المباراة، أو اللي هتخرج من خلاله هذه المباراة من جانب حفل الاختتام ومن جانب التنظيم الأكثر من رائع، نختم بطولة بشكل جيد بإذن الله بإذن الله. طيب بوابة الأهرام بتقول إيه؟ بتقول إن الرئيس الجزائري يصل إلى القاهرة لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي أفريقيا. عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر هيكون متواجد، أو هو خلاص تقريبا وصل يعني القاهرة، وهيكون متواجد بكرة
في استاد القاهرة عشان يؤازر منتخب بلاده المنتخب الجزائري، بجانب طبعا عدد كبير جدا من المشجعين الجزائريين اللي قد يصلوا ل 4800 بالإضافة للموجودين أصلا هنا في القاهرة من على مدار البطولة ومختلف الأدوار كانوا بيجوا يعني تباعا، وتقريبا في حوالي 28 طيارة من هناك من الجزائر لحد مصر، وكلهم مرحب بيهم. ومصر دايما دورها إيه؟ إن هي ترحب بأشقائها، ودورها إيه؟ إن هي تساند أشقائها. هي دي مصر كبيرة في مختلف المجالات، وحتى لو في تصريحات ممكن شوية تكون مستفزة، لكن دايما إحنا بلد كبيرة، وإحنا بلد عارفين كويس جدا إن إحنا لازم نساند أشقائنا ولازم نفضل جنبهم. عندهم مباراة قوية أمام السنغال في نهائي أفريقيا، هم بقالهم كتير قوي ما بيوصلوش نهائي أفريقيا، مش زينا إحنا بنوصل كل فترة بنوصل نهائي، ده عادي بالنسبة لنا. السنة دي إحنا سيئين جدا، لكن إحنا متمرسين في أفريقيا، هم مش متمرسين شوية في الحقيقة يعني، لكن في نفس الوقت لازم نساندهم كمصريين. وانت برضو كل واحد حر يعني على فكره في المساندة، هو مش اجبار طبعا، مش اجبار خالص زي ما قال جمال بالماضي يعني، لكن في نفس الوقت هي مصر دي الدوله الكبيره اللي يعني بتحاول بشكل كبير جدا جدا ان هي تحتوي كل اشقائها وتساند كل اشقائها في مختلف المجالات، ويا بخت اللي مصر تقف جنبه وتسانده، دي حاجه مهمه جدا يعني. تمام، من ضمن الاخبار كمان من كورة وتصريح لأليو سيسي قبل مواجهة الجزائر، نهائي أفريقيا سيكون خارج التوقعات، وطبعا المباراة خارج التوقعات بتتفرج على منتخبين كبار جدا جدا في أفريقيا، تاريخهم مش كبير قوي يعني كبطولات، لكن في نفس الوقت منتخبين في البطولة دي هم فعلا أقوى منتخبين، أداء جيد، نتائج أكثر من رائعة، الاثنين قابلوا بعض في الدور الأول 1-0 للجزائر، لكن ده ما يقولش ان ممكن الجزائر برضو تكسب، نتمنى كمصريين نتمنى ان الجزائر تكسب لان بلد عربي شقيق، لكن في نفس الوقت منتخب السنغالي منتخب قوي قوي، عندهم لعيب بحجم ساديو ماني، وعندهم بعض اللاعبين المميزين جدا جدا جدا، كيتابالدي مثلا لاعب مؤثر ومميز جدا، يانج كمان لاعب مهم قوي، فبالتالي هتبقى مباراه قويه، وعلى فعلا زي ما قال اليو سيسي كده مباراه خارج التوقعات. خلينا نروح لصدى البلد، بتقول ان افريقيا تنتصر لابنائها، وان المدرب المحلي يتفوق على الاجنبي في الكان، فبالتالي ايوه هو الخبر ده تمام، فبالتالي احنا عارفين ان خلاص المدربين محليين، مدرب جزائري مع منتخب الجزائر ومنتخب مدرب سنغالي مع منتخب السنغالي، فدي حاجه كويسه وبتدل على ان مش دايما المدرب الاجنبي هو اللي بينجح، ودي رساله او درس احنا لازم نتعلم منه. لو هتجيب مدرب اجنبي دايما لازم يبقى مدرب رقم واحد توب، معلوش كلام كتير اقاويل كتير، لا خليك دايما في السيف سايد، ان انت تشوف المدرب الافضل بالنسبه لك واللي عنده سي في محترم واللي هو اصلا مدرب يعتبر يكون محترم يعني، وجيبه اوكي لو اجنبي، لكن في نفس الوقت لو ما لقيتش يعني ما عندكش امكانيه خلاص، عندك مدربين وطنيين، وعندنا تجارب كتيره جدا جدا مع مدربين وطنيين ونجحت، ابرزهم طبعا الراحل الكبير محمود الجهري والكابتن الكبير كابتن حسن شحاته، فليه لا ما نجربش تاني هذه التجربه بعد ما جربنا اثنين اجانب، واحد حقق الاهداف بس بشكل احنا ما كناش مقتنعين بيه، لكن حقق الاهداف الحقيقه مستر هيكتور كوبر، واحد فشل ذريع وهو مستر الجري. ففي الاخر النهارده في البطوله اهو شايفين ان مدربين وطنيين هم اللي وصلوا للمباراه النهائيه. نروح للشروق التونسية، بتقول إن الجامعة التونسية لكرة القدم تقاطع أشغال الجلسة العادية لكاف في مصر، وإحنا عارفين إن في غضب شوية في تونس، ممكن يكون بسبب مباراة بتاعت قبل النهائي ما بين تونس والسنغال، وإن تونس كان ليها ضربة جزاء، ممكن قد تكون دي من ضمن الأسباب، قد تكون مباراة الترجي والوداد من ضمن الأسباب برضو، واللغط الكبير اللي حصل في هذه المباراة، لكن هم مقاطعين الجلسة العادية للاتحاد الأفريقي الكاف. نروح كمان للشباك الجزائرية وتصريح لجمال بالماضي، بيقول ايه؟ بيقول تحضيرنا للنهائي كان عاديا. لا طبعا مفيش حاجة اسمها التحضير عادي، النهائي اكيد بيبقى نهائي التحضير ليه مختلف، والفكر فيه بيكون مختلف، والاستراتيجية كمان بتكون مختلفة، وبعدين مش عادي خالص يعني، هم اكيد متواجدين في مباراة كان حلم بالنسبة لهم ان هم يوصلوا لها، وان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراة. الهداف الجزائرية كمان بالماضي تصريح ليه، بيقول ان السنغال هو المصنف الاول افريقيا والنهائي يختلف عن المباراه الاولى. اوكي ماشي، بس هو برضو مباراه قويه جدا 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 ما بين المنتخبين،
وبغض النظر عن مين مصنف اول ومين مصنف تاني، هو بيحاول برضه يشيل الاعباء النفسيه على فريقه وعلى جماهيره وعلى كل الكلام من ده، لكن في نفس الوقت المباراه هتبقى صعبه جدا جدا جدا. ان شاء الله نشوف مباراه كويسه ما بين الجزائر والسنغال غدا، ان شاء الله نتمتع بيها بشكل كبير جدا. هروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون معنا فقره غايه في الاهميه ومميزه جدا مع ضيفنا العزيز استاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم في العديد من الامور والعديد من الملفات على الساحه الرياضيه المصريه والافريقيه، وقد كمان نتكلم على الساحه العالميه بشكل عام وكل الاحداث الكرويه بشكل عام. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي. استاذ قوسي منورنا ومشرفنا كالعاده. ربنا يخليك يا امير، ده انا اللي بتشرف بتواجدي دايما معاك. انا سعداء جدا حضرتك. ربنا يخليك يا امير، الشرف لي الحمد لله. شرف لينا استاذ قوسي. ملفات كتير جدا جدا عايزين نتكلم فيها النهارده، حابب نبتدي منين؟ تيجي ناخدها كده واحده واحده. يعني خلينا نبدا من الحدث الاهم اللي مصر كلها بتترقبه بكره، يعني نبدا النهائي؟ من النهائي اعتقد ده بقى. نتكلم عن النادي الاهلي وبعد كده نقفل ملف الكره المحليه. والله براحتك يا عزيز. طيب اللي انت شايفه يا استاذ اوس. طيب خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي بيستعد الفتره دي طبعا لمباراتين مهمين جدا، والكل مترقب المباراتين دول، مباراتين هيحسموا بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله لصالح النادي الاهلي، ماتش المقاولين يوم 24، ماتش الزمالك يوم 28. شايف الفترة اللي فاتت كلها من خلال استعدادات النادي الأهلي بتقيمها ازاي، سواء تحضيريا الأول في القاهرة ثم السفر لإسبانيا ثم العودة للقاهرة لاستكمال التحضيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا طبعا ما كناش نتمنى ان الدوري يستمر لما بعد الكان، طبعا كنا نتمنى ان الدوري يكون منتهي. يعني لعيبه الاربع فرق دول ظلوا معلقين بشكل غير عادي على مدار الشهر ده، ما خدوش الراحه الكافيه بتاعتهم، وده هياثر على الفرق دي لان هيحصل تلاحم بالنسبه لهم. يعني هم هيخلصوا الدوري هيخشوا في الكاس، هيخشوا في الدوري، هيخشوا في افريقيا. يعني الحقيقه يعني مأزق، لكن في النهايه احنا الان على ارض الواقع، والاهلي كان معترضا على هذا الامر ورفضه لان فنيا لا يجوز ان يحدث هذا الامر. المهم الحمد لله انتهت القصه، وطلع الاهلي عنده حق، والاهلي طبعا طلع عنده حق، وهم اعترفوا بذلك. حتى اتحاد الكره اعترف بهذا الامر اعترافا صريحا وواضحا انه كان لابد من خطا، والمجاملات هي من اوصلتنا الى ان اربع مباريات في المسابقه يتم تاجيلهم لمده شهر بعد انتهاء الكاس الامم الافريقيه. النادي الاهلي خلاص، يعني النادي الاهلي ده منظومه مؤسسه كبيره، في النهايه بيحترم النظم وبيحترم اللوائح وبيحترم القوانين، لانه مؤسسه قائمه على قيم ومبادئ واخلاقيات ونظم ولوائح بتحكمه. يعني فسار في هذا الطريق، وان شاء الله يكلل جهده بالانتصار باذن الله، يعني والامور تتظبط بشكل جيد يعني باذن الله. طبعا يعني الاهلي حصل على راحه قليله قبل معسكر الاسباني، ثم عمل مجموعه من التدريبات اداها هنا في القاهره، ثم راح المعسكر الاسباني. وهذا معسكر يعني دايما معسكرات الاهلي اشبه معسكرات الجيش، يعني معسكرات صارمه، معسكرات قويه، معسكرات ما فيهاش تهريج، معسكرات بيكون فيها تدريبات فقط ومباريات وديه قدر الامكان حتى يخرج النادي الاهلي منها بالاستفاده. واعتقد الاستفاده دي تحققت هناك، رغم ان تواضع مستوى الفرق اللي هي في المباريات الوديه اللي لعبها، لكن في النهايه تحقق الهدف واللعيبه ماشيه بشكل كويس جدا، سواء اللعيبه المحليين اللي كانوا موجودين مع مستر رسالتي او الدوليين الاربعه اللي انضموا بعد كده. يعني ان شاء الله الفريق يكون جاهز ويكون مميز، وده تبقى لتصريحات رسالتي ان الفريق جاهز واللعيبه كلها في اعلى فورمه، جاهزين ان يلعبوا الماتشين اللي باقيين ان شاء الله، اللي هيكونوا ماتشين الحسم مع المقاولين يوم الاربعاء، ثم الحد اللي بعده مباراه الزمالك. وان شاء الله الاهلي يحسم البطوله قريبه منه بدرجه كبيره. يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه البطوله ويحسمها عشان يكون بطوله جديده، او تكون بطوله جديده في تاريخ بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري، وهتكون بطوله غاليه فعلا. صح، طبعا دي بطوله غاليه في ظل الظروف اللي مرينا بيها اكثر موسم. ده طبيعي، ده اولا موسم طويل جدا، موسم صعب جدا، الاهلي اتعرض فيه لازمات كتيره جدا فعلا. ولعب في ظروف صعبه جدا جدا جدا، ولعب ماتشات تحت ضغوطات كبيره جدا لم يتعرض لها اي فريق في الدوري المصري. يكفي انه بعد ما انهى بطوله افريقيا لعب 8 مباريات في رقم قياسي، يعني كل 72 ساعه كان بيلعب مباراه، وهذا لم يتعرض له اي فريق مصري، وهذا الذي اوصلنا الى اللعب بعد نهايه الكاس. لو كان الامر طبق بحياديه ومفيش مجاملات لاحد، وكانت كل الفرق لعبت بنفس الطريقه التي لعب بها النادي اللي كانت الامور صارت بشكل جد وكنا انتهينا من كل شيء. طيب الفتره دي برضو كلام عشان اقفل بس ملف النادي الاهلي ونخش في افريقيا والحدث بتاع بكره،
الفترة دي صفقات كتير على او كلام كتير على الصفقات في النادي الاهلي، والبعض يقول لك الاهلي هيجيب كل الناس، وبعض يقول لك الاهلي عن اتعاقد خلاص مع ناس كتير وكلام من ده. احنا اتكلمنا في بداية الحلقة وقلنا ان النادي الاهلي هيجيب احتياجاته، النادي الاهلي بيشتغل بشكل مرتب ومنظم جدا بخصوص الفريق الاول وبخصوص كل شيء في النادي طبيعي، يعني بخصوص الفريق الاول تحديدا النادي الاهلي عارف احتياجاته كويس، عارف الصفقات اللي هيخلص معاها كويس جدا، الامور كلها بتمشي بشكل جيد ومنظم داخل النادي الاهلي. راي حضرتك ايه؟ ده كلام جميل، كلام محترم، كلام هو بالفعل اللي موجود، اللي موجود على ارض الواقع، لان النادي الاهلي مش بيجيب اي صفقات وخلاص، مش بيجيب اي لعيبه ويرميها وخلاص يعني، وخصوصا النادي الاهلي عنده حاليا لجنه اسمها لجنه تطوير كره القدم. لجنه تطوير كره القدم دلوقتي اللي شكلها كابتن الخطيب مع مجلس اداره النادي الاهلي، هدفها التخطيط والتفكير لكره القدم النادي الاهلي وبناء فريق جيد، ويشوفوا الاماكن اللي فيها نقص، اللي فيها قصور، اللي فيها عجز، اللي بيعاني منها النادي الاهلي، والاهلي يبدا يتحرك فعلا عشان يسد هذا النقص. يعني بنتكلم على قامات باسم الدكتور طه اسماعيل، كابتن زكريا ناصف، كابتن خالد بيبو، اعتقد يعني مزيج من الاجيال الكرويه المختلفه الحديثه والوسط والجيل جيل اللي هو الرموز بتاع النادي الاهلي والقيمه الكبيره جدا في الشيخ طه اسماعيل، دول بيخططوا بيفكروا وبيقترحوا على الاماكن وبيشوفوا لعيبه وده ينفع الاهلي وده لا يصلح، فالاهلي بيتحرك في هذا الاتجاه، فعنده مثلا قصور في الدفاع بيبدا يتحرك مع مدافعين، عنده قصور في وسط الملعب في مركز ديفندر بيبدا يتحرك زي ما جاب المالي اليو ديان، محتاج رمضان صبحي يكمل، هيكمل رمضان صبحي بشكل باي شكل من الاشكال، لذلك تم الاتفاق الصفقتين اللي خلصوا من الاهلي، والاهلي دايما لا يعلن على صفقات الا لما تتم، واحنا لن نتحدث في القناه بقيمه حجم الاهلي الا لما تكون الصفقه موجوده على ارض الواقع. ما حسمه الاهلي حتى انه رمضان صبحي حسم لمده عام وانتهى الامر تمام بالنسبه له، صفقه مهمه جدا، قيمه عاليه جدا، اضافه كبيره جدا معنويه للفريق معنويا للعيبه. الصفقه الثانيه اللاعب المالي اليو ديانج، ده لاعب في وسط الملعب المدافع، اعتقد هيكون له قيمه كبيره جدا بجوار السوليه، حمدي فتحي، كابتن حسام عاشور، يعني هيعمل منافسه قويه في هذه المنطقه المهمه جدا، المنطقه الحيويه جدا في النادي الاهلي، المنطقه اللي هي تعتبر قلب الفريق وتعتبر العمود الفقري للفريق، لان هذا حائط الصد الاول للنادي الاهلي، اعتقد ان ده مهم جدا انك تتعاقد مع لاعب هذا الحجم. وما في مفاوضات كثيره جدا مع اكثر من لاعب في اكثر من مركز، وفي صفقات مهمه جدا ان شاء الله قادمه اكثر من مركز الاهلي محتاجه، لازم اكثر مركز الله طبعا اكثر من مركز الاهلي محتاجه، ده مهم جدا يعني، وخصوصا المراكز اللي الاهلي محتاج فيها بحق وبجد، الاهلي محتاج فيها لعيبه، ده الاهلي بيتحرك فيها بشكل قوي، وان شاء الله خلال الايام القليله المقبله ان شاء الله سيعلن رسميا عن هذه الصفقات. بالظبط، ان شاء الله النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته، ما تقلقوش خالص فيما يتعلق بالصفقات، عارف ان في استعجال شويه وفي تشوق لرؤيه لاعبين جدد في النادي الاهلي، لكن طمنوا النادي الاهلي ماشي بشكل جيد جدا ان شاء الله. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي يا استاذ اورسي، لكن بكره في حدث مهم جدا واستكمال للتنظيم الاكثر من رائع واستضافه مصر بطوله الامم الافريقيه، النهائي بكره ما بين السنغال والجزائر، كيف ترى المباراة وكيف ترى النجاح المبهر لتنظيم مصر للبطولة حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله تكمل بكرة على خير والأمور تمشي بالشكل اللي احنا بنتمناه؟ تمام، يعني أنت طرحت سؤالين بشقين وهدول مهمين الشقين طبعا. الشق الأول الخاص بينا الشق التنظيمي، هذا التنظيم الرائع المبهر الذي يعني نجحت فيه مصر نجاحا كبيرا، مصر حققت نجاح عظيم، نجاح مبهر، نجاح يجعلنا نفخر كمصريين بأن احنا عندنا قدرات تنظيمية بهذا الشكل، بنشكر الدولة المصرية على هذا الجهد الكبير طبعا. اللي قدمته علشان مصر تظهر بهذا الشكل، عشان لما يجي جياني انفنتينو في مصر ويقول ما حدث ابهرنا، ما حدث هيخلينا نعيد النظر في حاجات ممكن نعوزها في مصر، ده شيء يسعدنا كمصريين، راجل منبهر من اللي شافه وردود الافعال اللي وصلت عنده، لما يطلع النهارده احمد رئيس الكاف ويتكلم بشكل واضح وصريح في اجتماعات الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي اللي جرت وما زالت تجرى حتى الان في القاهره انتظارا للقرعه ان شاء الله اللي ربما تحسم قبل انتهاء الهوى، لما يطلع يقول بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اي جديد هنقول طبعا بخصوص القرعه يعني، بالظبط بيشكر فخامه الرئيس على ما قدمه من دعمه على هذا النجاح وعلى هذا الانجاز الكبير جدا. تمام، فطبعا شيء عظيم. هيبقى عندنا تكمله لهذه الجزئيه والحديث فيها بشكل مفصل جدا، لكن خلينا نروح نفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل الحوار الشيق والممتع مع الاستاذ والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي بعد الفاصل.
عندنا اكيد اخبار كتير مهمه جدا، لكن يا استاذ اوسي قبل ما نكمل الحديث بخصوص بطوله الامم الافريقيه والنهائي غدا، عندنا خبر مهم وان في هذه اللحظات بيتم سحب طبعا زي ما قلنا لحضراتكم القرعه الخاصه بالتصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون. بيحضر القرعه مين؟ بيحضر طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، وبيشارك في سحب القرعه بجوار طبعا رابح ماجر طبعا نجم الجزائر الكبير، نوانكو كانو النجم النيجيري الكبير جدا ومعروف، وايضا صامويل ايتو النجم الكاميروني الكبير، واللي بيقوم بالحفل او بمراسم القرعه طبعا خليلو فديجا نجم السنغال السابق طبعا النجم الكبير والمعروف. كابتن محمود الخطيب طبعا متواجد واكيد شخصيه بارزه ومهمه جدا في افريقيا وسفير بطوله الامم الافريقيه هذا العام، حدث مهم يا استاذ اوسي. طبعا حدث مهم جدا القرعه، وان شاء الله يا رب القرعه خاصه منتخب مصر تكون قرعه طيبه، لكن الاتحاد الافريقي حريص على ان رموز الكره الافريقيه كويس. اساطير الكره الافريقيه يكونوا موجودين، وطبعا في مقدمتهم سفير كان الكابتن محمود الخطيب او سفير الرياضه المصريه والرياضه الافريقيه، واحد من الشخصيات اللي لها قيمتها كبيره جدا في القاره الافريقيه، كابتن رابح ماجر من الاساطير اللي موجوده طبعاً. في القاره الافريقيه كانوا يعني مجموعه من الرموز الكبيره جدا، وده مهم جدا ان تقدير الرموز واحترامهم ده بيكبر الحدث وبيكبر الكاف وبيكبر الكره الافريقيه طيب. ويا ريت احنا في مصر يكون عندنا نفس الكلام، ان يكون في تعظيم للرموز الموجوده في الكره الافريقيه. اكيد بمناسبه الرموز والاساطير الافريقيه خلينا نروح لمداخله سريعه ومهمه جدا جدا مع نجم كبير من نجوم المنتخب الجزائري السابق الكابتن الكبير كابتن حسين عشو لاعب الجزائر السابق. يا كابتن حسين مساء الخير على حضرتك. كابتن حسين سمعنا كويس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير على حضرتك، منورنا طبعا في قناه الاهلي، واكيد مداخله مهمه جدا مع حضرتك، وكلنا مش ناسيين في الحقيقه الجون اللي انت جبته في منتخب مصر في 2004 في اخر اللحظات في بطوله الامم الافريقيه، لما عديت كده من قبل نص الملعب وكملت وعديت من هاني سعيد، وكمان كان ساعتها مين كمان؟ تامر عبد الحميد في 2004، وجبت هدف اكثر من رائع للاسف الشديد بالنسبه لنا، يعني هدف اكيد ما يتنسيش بالنسبه للشعب الجزائري. برحب بحضرتك بكل تاكيد، وعايز اتكلم معاك على المباراه النهائيه والهامه جدا جدا للمنتخب الجزائري امام المنتخب السنغالي، وكيف ترى هذه المباراه؟ والله شكرا على الاستضافه نهائية. تمام. يعني المنتخبين معروفين عن الساحة الافريقية. ولو هاد المنتخبين يعني ما عندهمش فوضى قوية في الفوز في النهائيات. مثلا نعرف أن السنغال تفوز والجزائر فازت مرة واحدة في أفريقيا. ولكن الفوز هذا النهائي لم يأتي صدفة يعني. طبعا. كان في مصر وكان يعني أداء قوي خاصة تمام. المباراة يقدم يعني اداء افضل ورجولي وقوي. طيب. نهائي يعني على طيب خليني اسال حضرتك برضه، هل المباراه الاولى ما بين المنتخبين في الدور الاول هل ممكن يكون ليها اثر على المباراه النهائيه؟ المباراه الاولى طبعا انتهت بفوز الجزائر بنتيجه 1-0 لهدف ليوسف البليلي، هل ده ممكن يكون مقياس او مؤشر بالنسبه للمباراه النهائيه ان المنتخب الجزائري يكون موفق فيها ان شاء الله؟ اكيد راح يكون اثر يعني بسيكولوجي، يعني يعني عامل يزيد في المنتخب الجزائري ويعني يأثر على المنتخب السنغالي، ولكن احنا نعرف ان المباريات يعني لا تتشابه، خاصة مباريات يعني الدور الأول ومباريات النهائي، هذا النهائي وآخر مباراة وتعديل يعني ما راحش يدخلوا أي جهد باش يفوزوا بمباراة، لأن آخر مباراة في الكان كل اللاعبين يعني حابين يعني يتوجوا ويفرحوا بلدهم. احسن مباراه اخرى ولكن انا قلت اللي بسيكولوجيا المنتخب يعني الجزائري راح يكون يعني جائز معنوي. طيب الغيابات في المنتخبين، المنتخب الجزائري عنده يوسف عطال غياب مؤثر جدا المباراه الثانيه على التوالي بيغيب بسبب كسر في التركوه، في المقابل المنتخب السنغالي عنده مدافع قوي جدا غايب عن هذه المباراه هو كاليدو كلوبالي نجم نابولي الايطالي، هل شايف ان الغيابات دي مؤثره بالنسبه للمنتخبين وهل ممكن تكون ليها دور في حسم المباراه لاحد الطرفين؟ والله
اكيد خاصه المنتخب السنغالي اللي عنده يعني ركيزه. احنا نعرف انه محور الدفاع يعني مهم جدا في التعريبه الدفاعيه والمنظومه الدفاعيه، خاصه كوليبالي هو الدافع، ولكن هو من يبدا يعني من صناعه الهجوم بين اللاعب اللي خارج الكره يمد الكره في هذه الثلاثه الهجومات اللي تمشي على كوليبالي، كان يعني من المفتاح من مفاتيح فوزنا على النزاره في الذهاب، الى ان النجاح يعني تم ترك يعني كوليبالي صراحه فان شيزيرو ما يخليهش يعني يعمل لعبه بريفونس، يعني الشيء اللي خلاه يعني المنتخب السنغالي يتعثر لعب على الخاطر لاخراج الكره. هذا الشيء راح يساعد المنتخب الجزائري، نعرف ان المنتخب السنغالي عنده في ذاك نوعا ما في الدفاع، هذا الشيء راح يساعدنا بغلاف كل الماضي. اما يوسف عطال كل يعرف يوسف عطال خاصه يعني القدرات الهجوميه شيء اللي ممكن يقدم للفريق اضافه كبيره في الهجوم، ولكن احنا نظن ان منتخب يعني فريق المنتخبين كل لاعبين جاهزين، وشفنا يعني الزفان في المنتخب عفوا في المباراه الماضيه يعني قدم تعرف اوقات صعود واوقات يعني لقاء فيها في الدفاع، انا نظن تمام. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حسين عشو نجم المنتخب الجزائري السابق، وكل التوفيق للمنتخب الجزائري ان شاء الله في مباراه الغد. فاكر الجون اللي جاب الراجل ده جابه في منتخب مصر؟ كان جون مقلب جدا بالنسبه لنا في الحقيقه يعني في 2004، لكن احنا رجعنا عوضناه وكسبناهم في 2010 4-0 في نفس التوقيت، كان برضه فوز تاريخي للمنتخب الوطني المصري. بالتالي مباراتنا مع فرق شمال افريقيا بتبقى ديربي وتبقى مباراه لا تنسى يعني في طبعًا التاريخ يعني. طيب بالتالي خلينا نكمل كلامنا بقى على اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل بخصوص بطوله الامم الافريقيه تنظيميا والمباراه النهائيه. يعني ما زلنا في تنظيميا، فالكلام كله على التنظيم وجوده الملاعب واماكن الاقامه والضيافه والتحركات والتنقلات وتنظيم المباريات وتنظيم الدخول والخروج، كل هذا الامر ابهر الناس خصوصا ارضيات الملاعب اللي احنا سبق واتكلمنا ان احنا كنا بنعاني منها كثيرا، فالحمد لله اصبحت هي يعني مسار اعجاب الناس كلها ان افريقيا فيها ملاعب بهذا الحجم وهذا المستوى، فشيء مهم جدا لنا كمصريين بنفخر بيه. ويمكن في الجمعيه العموميه للكاف كان التنظيم هو المسار الكلام، كل اللي موجودين وكل اعضاء الجمعيه العموميه في القرعه دلوقتي، يمكن حتى الكابتن محمود الخطيب يمكن اخر خبر جاي ان هو القى كلمه بسيطه وسريعه وتحدث فيها، وطبعا يعني اشاد بالتنظيم والنجاح اللي حققته مصر، وقال ان ده يعني حاجه نفخر بيها كمصريين ونتشرف بيها يعني. فطبعا الحمد لله الامور بقت جيده، بقت مميزه، بقت حاجه عظيمه بالنسبه لنا يعني. تمام. طيب خلينا نقول خبر سريع جدا، وطبعا المجموعه بتاعت مصر في تصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون خلاص تم الاعلان عنها. المجموعه السابعه مصر معاها كل من كينيا، توجو، وجزر القمر، المجموعة الخاصة بمصر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. أقولها لحضراتكم مرة تانية، مصر، كينيا، توجو، جزر القمر. ده مجموعة رأيك فيها؟ ده طبعا مجموعة جميلة، طبعا مجموعة يعني طبقا للتصنيفات مصر أول وبعد كده كينيا وبعد كده توجو وبعد كده جزر القمر، يعني أعتقد مستويات سهل جدا إنك تمر منها بسهولة إن شاء الله. عادي بالنسبة لنا طبعا الوصول لنهايات ده بالنسبة لمصر يعني امر محسوم تماما، غياب مصر عن النهائيات هو الامر الغريب والامر الشاذ والامر غير المقبول كما حدث في بعض في الثلاث دورات اللي كانوا من قبل بعد ما فزنا كنا الاب ثلاث مرات وفقدنا فرصه الاول. فطبعا مصر ده يعني دايما بتبقى مرشحه للقب مش مجرد ان هي توصل يعني، فعادي جدا اي مجموعه نتعامل معاها وهنتاهل باذن الله، لكن المهم فيما بعد التاهل هنعمل ايه وده اللي هنفكر فيه. وفيما قبل التأهل وفيما قبل خوض هذه، لا ده وفي من دلوقتي هنعمل ايه يعني. ده بقى الملف اللي انا عايز افتحه مع حضرتك بخصوص سواء فيما يتعلق باتحاد الكره وما سيحدث خلال الفتره القادمه، فيما يتعلق بملف المدير الفني للمنتخب الوطني الاول، ملفات كلها مهمه. تمام. على طاوله اتحاد الكره شايفها ازاي؟ تمام. الملف ده بس الشق الثاني من السؤال اللي هو المباراه النهائيه بتاعت الكان. طيب يعني سريعا. أوكي. المباراه
دايما اي حد يصل الى النهائي او بيكون بيلعب على اللقب بيكون بيلعب على البطوله ما تقدرش تتوقع عليه حاجه محدده الا لو كانت الفوارق كبيره. احنا شايفين ان احنا امام فريقين الفارق بينهم تكاد تكون شبه معدومه او بسيطه جدا يعني كان فريق بيتفوق في بعض الاماكن فده بيتفوق في اماكن ده عنده نجم ليفربول ده عنده المان سيتي رياض محرز ماني ومحرز ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين يعني لو قعدنا هنقول يعني اسماء المجموعه اللي هنا واسماء المجموعه اللي هنا مجموعه كبيره جدا ومجموعه مميزه. التاريخ بينهم بيقول ان هم اتقابلوا 21 مره يعني والتاريخ مهم لحد ما لانه بيعطي دفعه معنويه ودفعه نفسيه لكن لا ترتكز على التاريخ في كل تحركاتك لابد ان تبذل جهد كبير جدا عشان تحافظ على هذا التاريخ عشان تكبر هذا التاريخ عشان تعظم هذا التاريخ. فاتقابلوا 21 مره الجزائر كسبانه 11 مره مقابل 4 للسنغال فرق كبير جدا 11 انتصار مقابل 4 انتصارات. اعتقد يا استاذ اوسي هم واجهوا بعض 22 مره و13 فوز للجزائر يعني ارقام عاليه جدا يعني ارقام عاليه طبعا في الكان تقريبا اتقابلوا 4 مرات 3 مقابل 1 يعني فالجزائر 3 فوز للجزائر وتعادل فالجزائر انتصار للسنغال طيب يعني الجزائر تعادل الجزائر كعبها عالي جدا مميزه جدا عندها حافز معنوي كبير جدا لكن الاخرين الذين لم يسبق لهم الفوز باللقب اعتقد عندهم دافع كبير جدا. ساديو ماني بيعتبرها معركه شخصيه ليه هو ومجموعه اللعيبه اللي معاه من ناحيتين اولا ان السنغال تكسب اول بطوله في تاريخها لان سبق وصلت للنهائي قبل كده في 2002 ولم توفق في احراز الكاس. الجزائر تامل في الحصول على الكاس بعد غياب 29 سنه بالزبط. لما فازت بيها سنه 90 ودي كانت المره الوحيده اللي فازت بيها لان دي كانت على نيجيريا وكان قبل كده وصلت النهائي في 80 برضه مع نيجيريا وخسرت تلاجس وبرضه البطوله فعندهم طموحات كبيره جدا. هذا الجيل الجزائري المحترم اللي بنكن ليه كل احترام وتقدير جيل بيطمح في البطوله احنا كمصريين كعرب نتمناها للجزائر نتمناها جزائريا ان شاء الله يعني ده كلام ما فيهوش فصال ويمكن كان في جمال بالماضي قال تصريحات والناس يعني اخذت هذا الكلام واخذت هذه التصريحات وتناولته بشكل لا يليق يعني احنا ما نحملش الكلام يا جماعه والتصريحات اكثر مما يقصد المتحدث. الراجل حتى طلع وعقب بعد ذلك على هذا الكلام وهو بيؤكد على الجمهور المصري وفي نفس الوقت بيقول ان معانا جمهور الجزائري لكن احنا في كل الاحوال احنا لسنا منتظرين تصريح لجمال بالماضي عشان نشجع الجزائر عشان نشجع الجزائر ولسنا منتظرين دعوه من الجزائريين عشان نشجع الجزائر طبعا السنغال دوله افريقيه لها صداقات وشقيقه لكن القرب لابن عمي وانا ابن عمي الجزائر اللي هي الدوله العربيه الشقيقه المسلمه قريبه مني الاكثر اللي هم نفسهم يأملوا من ده واحنا معاهم في الموضوع ما دام مصر مش موجوده فنحن مع الجزائر قلبا وقالبا يعني ما اقدرش اقول لك مين اللي هيكسب البطوله لكن اتمناها جزائريه باذن الله. اتمنى ان الجمهور المصري بكل قوته وبكل جماهيره وبكل طوافه يملا سيد القاهره بل واتوقع ان سيد القاهره غدا ان شاء الله سيكون نجما يتلألأ في سماء الكره الافريقيه. سيد القاهره سيكون مناره للكره الافريقيه في ظل حضور رئيس الاتحاد الدولي ومجموعه من اعضاء الفيفا ان شاء الله ده يكون فخر لينا كمصريين بشكل كبير جدا ان احنا ننظم ده ونستضيف مناسبات عالميه كبرى ان شاء الله على غرار ده وسيكون لدينا ختاما مبهرا كما كان الافتتاح مبهرا بفضل الله ان شاء الله وكلنا ثقه في ذلك. بالتالي نروح لملف اخر واللي انا كنت سالت حضرتك عليه فيما يتعلق بالكره المصريه ومستقبلها سواء فيما يتعلق بالمدير الفني اتحاد الكره شايف المرحله الجايه ازاي وكيفيه التعامل معاها من وجهه نظرك؟ انا مش هتكلم على الفتره المؤقته في كل الاحوال ستمر باي شكل من الاشكال سواء توصل السيد معالي وزير الرياضه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي الى قناعه بان السيد ثروت سويلم بحكم اللوائح سيستمر او توصل لاتفاق طبقا لما تردد من اخبار اليوم ان هناك جلسات ما بين معالي الوزير والسيد انفنتينو للوصول الى صيغه وعمل لجنه مؤقته ايا كانت الحلول فهذه فتره مؤقته وستنتهي لكن ما يهمني هو مستقبل الكره المصريه الذي يجب ان نعمل له الذي يجب ان نشتغل عليه الذي يجب ان تكون لدينا خطط قصيره الاجل وخطط طويله الاجل نعمل عليها من اجل احداث نهضه كبيره في الكره المصريه ويس. نظام الانتصارات بطريقه الظاهره التي تظهر وتختفي هذا اصبح نظام لا يفيد ولا يقنع جماهير الكره المصريه يعني ممكن يظهر عندنا جيل يحطم كل القواعد وكل المقاييس ويفوز زي ما حصل في 2006 و2008 و2010 ممكن يظهر عندنا لاعب يوصل لمرحله ضمن افضل 3 لاعبين في العالم محمد صلاح ممكن يظهر عندنا فريق الفرق تحقق نتائج كبيره وتحقق بطولات وبعد كده تختفي
المهم ان احنا يكون عندنا استمراريه. دي بقى المنظومه، دي اللي بيشتغل صح، ده اللي بيكون عنده خطط كرويه، خطط في المسابقات، خطط في الناشئين، خطط في القاعده. لذلك لابد يكون لدينا اتحاد كره جيد. واتحاد احنا عندنا خطط ولا لا؟ لا احنا ما عندناش خطط، ما عندناش، احنا بنشتغل بدون خطط. ما عندناش منظومه لكره القدم في مصر. احنا بنشتغل كده يعني ايه، على ما تفرق ببساطه يعني ده بمنتهى الوضوح. لا بصراحه طبعا بالاخر يعني. وده يعني ما دامت انت بتوصل للقمه وفجاه تبقى في القاع، يبقى كده ما عندكش خطه. لما تاخد ثلاثه امم افريقيا وتبعد ثلاثه امم افريقيا يبقى انت ما عندكش خطه. ما عندكش، لكن ممكن تاخد ثلاثه، ممكن تاخد تطلع من سيمي فاينل، ممكن توصل فاينل، ممكن حاجات كده يعني. فلابد من اختيار مجلس اداره اتحاد كره على اسس محترمه، على اسس نبيله، وتوضع لوائح لفتح الطريق لكفاءات وكوادر كي تصل الى هذا. وانا من وجهه نظري ان بدايه الاصلاح للكره المصريه تبدا من الجمعيه العموميه. احنا شايفين ان عموميه الكاف دلوقتي هي اللي بتقرر مصير الكاف، يعني زي ما النهارده بياخدوا قرار ان نهائي دوري الابطال الكونفدراليه بيكون مباراه واحده. زي ما هو موجود، قرار مميز جدا. ليه بقى؟ ليه قرار مميز؟ انا سعدت جدا بهذا القرار. لانك انت ممكن توصل للنهايه مع فريق واروح اتعادل بره 1-1 واتعادل على ارض 0-0 وفوز بالبطوله. بالزبط. يبقى لم يعني من لم يفز فاز باللقب واصبح بطلا. صح. يعني فده كلام مش مهم. لكن مباراه واحده تحسم من يفوز وعلى ارض محايده، وهتبقى حاجه جميله زي اوروبا وتتعمل في مكان، واعلنوا ان هيستعينوا بالملف الاوروبي او كراسه الشروط الاوروبيه عشان يتراحوا، عشان الدوله اللي هتستضيف النهائي يبقى معروف من قبل حتى يعني البطوله ما تبدا، هيكون معروف مين اللي هيعمل البطوله. ده شيء مهم، ده شيء مهم جدا. فانا عشان اعمل كره مصريه صح لابد ان يكون عندي صياد صح، رجال صح، ناس بتفكر صح. مين اللي هيجيب الناس دول؟ مين؟ الجمعيه العموميه. احنا عندنا الجمعيه العموميه لاتحاد الكره المصري عموميه فاسده. فاسده، انا اسف في اللفظ، يعني فاسده يعني غير صالح لاختيار هذا الاتحاد او لاختيار اتحاد كره. بمعنى ايه يا استاذ اوسي؟ برضه عشان نوضحها للناس. يعني هذه الجمعيه العموميه لا تصلح لاختيار اتحاد كره يخدم على مصالح الكره المصريه. ليه؟ لكن بتاتي باتحاد كره يخدم على مصالحها. ليه؟ صح، انت جبت من الاخر خالص كده، بس فهمتني؟ لذلك لابد من تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه. كان من فتره ايام ما كان كابتن سامي ماسك الاتحاد كنا بنتكلم في 40-45 نادي، فرق الدوري الممتاز معاهم، فرق القسم الثاني معاهم، بعض الانديه الكبيره اللي ممكن تخش معاها 40-50 في الرينج ده. لكن ان اتجاوز ال 200 نادي بمراكز شباب وكفور وقرى واشياء اخرى اتحاد الكره يهتم بها ويهتم بصوتها اكثر من اهتمام النادي الاهلي. اتحاد الكره لا يبحث عن اصوات الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد الانديه الشعبيه والجماهيريه، بيروح للقرى والنجوم. احترامنا كامل ليهم طبعا يعني، بس احنا بنتكلم في سيستم لازم يكون صح. احنا بنتكلم عن حاجه لصالح الكره المصريه. اسمع عن اجتماع بيضم 30 صوتا ولا ارى فيهم اي شيء معلوم، بمجرد ان هم يقعدوا يفرطوا شروطهم ويحدثوا. اللوائح بتاعت الجمعيه العموميه بتعمل الاتحاد الكره اللي بيعملها لانه مختار بغير طريقه صحيحه، فبيعمل لوائح تخدم عليهم وبييجوا هنا القاهره كلهم بيتجمعوا باكله الكباب والكفته اللي كلنا عارفينها والاقامه في الفندق 5 نجوم، والنادي او المركز الشباب ياخد المعلوم ويمشي. معلوم انا مش بقول احطه في جيبه، انا يعني هفترض حسني ان المعلوم ده بيذهب الى مصالح خاصه بالمركز الشباب ده او بالنادي ده. بالظبط. وهكذا تدار الكره في مصر. ومصر يعني اتحاد الكره وجمعياته مليء بالاشياء غير السليمه غير الصالحه. ما عندناش مسابقات للناشئين. ازاي بيكون عندك، ازاي تطلع قاعده؟ احنا مش يا جماعه، احنا بقالنا دلوقتي ما يقرب من 10 سنين بلا مهاجم في مصر. صح. الكره المصريه بلا مهاجم، ده فشل اتحاد الكره. بعد متعب وعمرو زكي ما فيش. لا، فين اتحاد الكره؟ انتوا مش قاعدين شايفين، مش عندكم لجنه فنيه، مش عندكم ناس بتخطط، مش عندكم ناس بتدير. فالاصلاح يبدا من اصلاح الجمعيه العموميه التي تختار مجلس اداره سليم يخطط للكره المصريه. ومن هنا يبدا اصلاح الكره المصريه وتوضع خطط طويله الاجل، ان احنا يعني يبقى لنا تواجد مستمر في كاس العالم. يعني لابد ان احنا نصعد ل 22، وفي 26 نعدي الدور الثاني، وفي 30 نفكر نكون في دور الثمانيه. ده لازم يكون طموحي، لازم يكون امل، والا لو ما كنتش شغال. انا لو هقعد نايم انا كده مش هطلع. انا لما اقعد من 90 لغايه 18 مش هحط الكلام ده عار. طبعا. ده فشل ذريع، وان ما حدش بيفكر وما حدش بيشتغل وما حدش بيخطط لمصلحه هذا البلد ومصلحه هذه الكره، ولا سيما ان الكره باتت مصدر بهجه ومصدر سعاده ومصدر فرح لكل المصريين. صح. لذلك لابد من الاهتمام بيها، وباتت نوع من الفخر
الوطني وتجمع المشاعر الوطنيه وتأججها، فلا بد ان نهتم بيها. والرياضه مش مجرد لعبه يا جماعه، الرياضه بتعبر عن حضاره امم وثقافه امم. الدوله المستقره، الدوله القويه، الدوله العافيه هي اللي فيها رياضه. بنشوف دوله زي الولايات المتحده الامريكيه هي اللي بتتصدر الرياضه في العالم، وشوف ده في الالعاب الاولمبيه. ما تقوليش ان هم ما عندهمش كره قدم، عندهم العاب ثانيه. كره قدم مش لعبه عندهم، لكن عندهم العاب ثانيه عظيمه بيتفوقوا فيها. فالدوله الرياضه ما دامت لقيتها متقدمه اكيد الدوله دي فيها تقدم وفيها ازدهار وفيها استقرار وفيها ناس بتشتغل صح. اتمنى ان احنا نشتغل صح. طب انت عشان تقلل عدد الاعضاء الجمعيه العموميه لازم تغير في اللائحه بقى. لازم تغير في اللائحه، لازم تغير عاجل بقى للجزئيه دي عشان تعدل في اللائحه. عشان دي بص دي مصلحه عامه، لازم يحصل كل شيء من اجل المصلحه العامه. وما دام ثبت فشل هذا النظام فلا بد من تغييره. ما دام ثبت فشل هؤلاء الاعضاء بتوع الجمعيه العموميه هذا التغيير. يا كابتن امير، ده المدربين المنتخبات بيجوا بالجمعيه العموميه وضغوطها وعن طريق الانتخابات والمجاملات. عشرات المدربين في المنتخبات اللي تحت بيجوا بالطريقه دي يعني، وحواديت معروفه يعني. يعني نفسنا نتجاوز كل هذه الامور في الحقيقه. ليه؟ لصالح الكره المصريه ومش لصالح حد. احنا مش عايزينها تبقى لصالح حد، فعايزين نغيرها ان كل هذه الامور تبقى في صالح الكره المصريه، عشان ما يعني ما نتعرضش لكارثه زي اللي احنا فيها دلوقتي، ان مصر تخرج على ارضها وسط جمهورها من دور 16 بطوله الامم الافريقيه، ان مصر تبقى عندها مشاكل مثلا في التاهل لكاس العالم، ان الكلام من ده. تاني هيخليني اسالك على ملف المدرب الوطني يا استاذ اوسي، او المدرب القادم لمنتخب مصر سواء كان وطني او اجنبي. انت مع ايه اصلا، ان يبقى مدرب وطني ولا اجنبي؟ لا انا شخصيا بودي المدرب الوطني. الوطني لما تحت اي ظرف وظروف افضل المدرب الوطني لمنتخب مصر. اشمعنى؟ لان المدرب الوطني هو الراجل اللي عايش معاك في البلد والاقدر والاعمال. الحمد لله بقى عندنا كفاءات تدريبيه. ما تقوليش احنا ما عندناش كفاءات تدريبيه، لابد ان نستعين بكفاءات من الخارج. دع الانديه تجيب مدربين وطنيين يحطوا افكار ويحطوا رؤى، لكن المدرب الوطني ده لازم ابن البلد. اديك شايف الفاينل مدرب وطني بيقود سيسي وجمال بلماض. انا طبعا يعني مش ده معناه ان مدربين الاجانب لا، لكن المدرب الوطني هو الاقدر على بث الحماس، الاقدر على الرؤيه، الاقدر على اختيار اللاعبين، الاقدر على ان هو يبقى عنده الحرقه اللي موجوده اللي ينقلها للاعبين. المدرب الاجنبي ان خسر البطوله ولا تعمل دور اول هيروح بلده وهياخد فلوس وياخد شرط الجزاء وشكرا انا مالي. لكن الثاني عايش في البلد معاك هيبقى عايش بنفس الاحساس وعايش بنفس القهر اللي ممكن تعيشه الجماهير، فيقدر يعمل حاجه كويسه. انا شايف ان عندنا كفاءات تدريبيه تقدر تعمل ده. شايف ان احنا كل انجازاتنا اللي عملناها التاريخ الماضي بيقول لنا كده، مدربين وطنيين باستثناء بطوله واحده في 86. كله اتحقق، اعظم انجازات حققها لنا كابتن حسن شحاته المدرب الوطني. الان اكثر من اسم مطروح طبعا في مقدمه محمود الجوهري طبعا قبل طبعا كابتن محمود الجوهري في 98 وكاس العالم. ده بقول لك دول مدربين من العظام اللي كان لهم بصمه كبيره جدا مع المنتخبات الوطنيه. وعندنا مدربين ثانيين دخلوا لكن لم يصادفهم التوفيق. لكن شايف ان عندنا مجموعه من الاسماء كبيره جدا، لا داعي ان احنا نذكر دلوقتي عشان ما نبقاش يعني احنا بنوجه حد ولا بنتكلم. ليه ما نناقش الاسماء؟ يعني مثلا في بعض الاسماء اللي ممكن تكون مرشحه من وجهه نظرك مين يعني؟ يعني في كابتن حسن شحاته من الاسماء المطروحه، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، في كابتن ربيع ياسين، عندنا كابتن مختار كابتن مميز جدا ما خدش اي فرصه لغايه دلوقتي. عندنا كابتن ايهاب جلال موجود بشكل كويس جدا. كابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري، يعني دي اسماء كثيره موجوده ومطروحه في المكان. ممكن وعندنا من اللي طالعين عندك عماد النحاس طالع، عندك علي ماهر طالع، يعني مجموعه مميزه من اللاعبين دول. انا بتكلم عن ناس ليها بصمات وليها عملت، وشفنا ليهم قدرات تدريبيه وقدره على العمل وقدره ان كلهم شخصيه ظهرت على الفرق بتاعتهم وحققوا نتائج وحققوا انجازات. ايا إن كان الاسم ده بجهاز قوي، ما يكونش فيه مجاملات برضو، يعني يكون فيه مدير فني معاه مدرب عام يعرضه ويقول له ويناقشه ويقنعه، مش مجرد ان يجي مدير فني ويجيب معاه مجموعه صبيان مجرد ان هم تابعين ليه بينفذوا. لا انا عايز اللي يبقى معاه فاهم. الفاهم دايما الكفاءه هو من يختار الكفاءه بجواره، الضعيف هو من يختار الضعيف ويحارب الموهبه ويحارب الكفاءه. فانا لازم اختار حد كفاءه وحد قوي وحد موهوب وحد له رؤيه وحد ليه شخصيه، ولازم اجبره ان هو يختار دول، ما يسيبوش برضه يعني. لكن ما حدش يقول لي اصل لازم برضه يكون متفاهم مع الجهاز بتاعه. ما هو مش معقول يا جماعه يروح يجيب لي ناس مالهاش اي راي ولا اي رؤيه وثبت فشلها. ده هيخليني بقى اسالك سؤال مهم قوي عشان يبقوا في الجهاز. طيب في سؤال مهم قوي، خلال ال 24 ساعه او 48 ساعه اللي فاتوا الكلام على ان كابتن حسن شحاته هو الاقرب، وكمان تطرقوا للاسماء المساعدين للكابتن حسن شحاته اللي بتتمثل في كابتن احمد حسن، كابتن عصام الحضري كمدرب لحراسه المرمى، وكابتن حماده صدقي. رايك ايه في الترشيحات دي، وهل فعلا كابتن حسن شحاته هو الاقرب؟ هو انا شايف ان الطرح بتاع كابتن حسن هو الاقوى والاقرب تمام بنسبه كبيره يعني. بنسبه كبيره يعني
هل الاسماء اللي انت تحدثت عنها اسماء لا غبار عليها يعني؟ طبعا عندهم تاريخ كبير. لا تاريخ عليها بس تحافظ على مركز حراسه المرمى الحقيقه يعني. يعني مع احترامي طبعا للكابتن عصام الحضري وتقدير ليه فهو ما زال لاعبا يعني لا يعني حتى ما خدش دوره تدريبيه. واحنا عندنا مركز حراسه المرمى كابتن احمد ناجي هو افضل مركز في منتخب مصر. صح. لدرجه ان احمد الشناوي مرشح ان يبقى اللي طالع من دور 16. محمد الشناوي اللي خرج من دور 16 مرشح ينال لقب الحارس الافضل في قاره افريقيا. ليه؟ ده مش مجامله عشان مصر، لان هو اللي عمل افضل تصديات في البطوله حتى الان، عمل 16 تصدي. لم يصل له اي حارس لغايه دلوقتي حتى اللي وصلوا للنهائيات. استاذ اسي دي حاجه مؤسفه، هي حاجه مفرحه لمحمد سوري. لكن حاجه كارثيه لينا كمان. احنا كارثيه يعني للدرجه دي احنا كنا مبهدلين في اول اربع ماتشات كده. ده لما الحارس بتاعنا هيبقى الافضل في البطوله ده مش يعني مش عارف تبقى حاجه كويسه ولا فضيحه ولا ايه. لكن انا بقول لك ان الكابتن ناجي المفروض يبقى موجود. انت يعني مش مجرد الفشل هو الراجل يعني. ثبت طبعا ثبت نجاحا كبيرا وحقق نتائج كبيره وظهرت بصمات وظهرت قدرات وشفنا ازاي حراسه جاهزين وبيقدروا يتصدوا يعني. لكن حضرتك يا استاذ اسي مع ان حسن شحاته وليجي كابتن حسن شحاته ولا شايف ان هتكون مجازفه بالنسبه له بعد التاريخ العظيم اللي عمله مصر؟ من وجهه رايي الشخصي يعني هو انا هقول لك وحسن شحاته تقريبا اللي جاي هو اللي جاي بقول لك تقريبا اللي جاي تمام. لكن انا وجهه نظري ان كابتن حسن شحاته ليس رجل المرحله ليس لا. رجل المرحله كابتن حسن شحاته كابتن حسن جه في ظروف كانت اصعب من كده بكتير قوي وكان عامل انجازات كبيره جدا مع المقاولين العرب واخد الكاس واخد السوبر وكسبان الاهلي والزمالك والاسماعيلي وجيب فتره مؤقته وربنا كرمه وخد 2006 بعد ترديلي فاكر بالظبط بعد فتره طبعا كانت فتره كارثيه برضو يعني وكان شكلنا عار برضو في الكوره يعني. كابتن حسن جه وقدر يعمل ده وكان عنده طموحات كبيره جدا وعمل الثلاث بطولات العظيم. كابتن حسن عمل كل حاجه في كره القدم يعني كابتن حسن راجل وطني عظيم وراجل طبعا. مدرب قدير وراجل خبراته وبصماته لكن لازم لا تعطى الفرصه لواحد عنده دوافع ان يعمل اللي عمله كابتن حسن. دي الفكره ده اللي انا اتمنى ان هو يبقى موجود يعني. لكن اي مكان لو كابتن حسن جه فلا غضاضة لكن لو في ظهره اكيد هنبقى في ظهره بطبع مؤكد طبعا. لكن لو حد تاني ما حققش الطموحات دي ما حققش الاهداف يعني انت لما تجيب واحد واخد مثلا 10 دوري مع الاهلي مثلا تجيبه تاني تقول له كمل بقت الامور بالنسبه له عادي الدوافع خلاص مش قويه زي الاول يعني لكن لما تجيب واحد لاول مره النادي الاهلي دوافع بتفضل متجدده بس يعني مثلا يعني لما تجيب واحد اول مره بيبقى معاك فيبقى عنده دوافع وبيبقى عنده رغبات وعنده حاجات وعنده امور كتيره جدا في هذا الاتجاه. في دقيقتين يا استاذ اوسي عايز اتكلم سريعا على تصريحات الكابتن هاني رمزي بالمره بقى كده وكلامه على الجهاز الفني واللي حصل جدا. وكواليس المعسكر وكواليس الخروج من بطوله الامم الافريقيه والقائمه اللي قالها رايك ايه في اللي شفناه والردود اللي جت من بعض اللاعبين بعد تصريحات الكابتن هاني رمزي؟ طبعا انا رايي ان انا مش موافق على اللي حصل اصلا التصريحات دي لا مش موافق على اللي حصل ده يعني ليس مقبولا ان يخرج المدرب فيطلع فضايح ويطلع غسيل غير نظيف وينشره يعني انت كنت موجود ومستأمن على حاجات ما ينفعش تطلع الا لو كانت حاجه تهم المصلحه العامه يعني لكن ما كانش ما ينفعش المدرب يطلع بعد ما يطلع يقطع في اللعيبه ويقطع في الجهاز مع احترام الكابتن هاني وكابتن هاني شخصيه محترمه جدا وانا الحقيقه بعتبره من النماذج الخلوقه المحترمه طبعًا. العظيمه لكن ما اعرفش ازاي هو خرج وعمل كده يعني وان كان هذا الكلام عظيم بالنسبه لنا كاعلاميين ان احنا محتاجين الكلام ده ومحتاجين اي حد يجي يتكلم ما عندناش اي مشكله خالص في الموضوع لكن انا شايف ان ما كانش ينفع ده انه يطلع ويتكلم مثلا على كان المحمدي كابتن منتخب مصر وعلى كان المحمدي يرد عليه طبعا رد المحمدي ده نفسه اصلا شيء كارثي ان هو برضه يرد بهذا الشكل وانا من وجهه نظري خاصه البطوله انتهت ان المحمدي لا يصلح ان يكون كابتن منتخب مصر يعني ما عندوش القدرات ما عندوش الامكانيات ما عندوش الكاريزما اللي تاهله ان يكون منتخب مصر يعني يعني اعتقد ان ما عندوش شخصيه وائل جمعه ما عندوش شخصيه احمد فتحي ما عندوش شخصيه حسام يعني. حسن احمد حسن الناس دي لا 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 ما فيش الكلام ده يعني 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 انا برضو نفسي عمليه الكابتن دي يعني نفسي يا عمي ده لعيبه عظيمه وعمل تاريخ عظيم ولعب 100 مباراه في انجلترا ومش عيب على فكره ان انت ما يكونش عندك شخصيه يا سيدي يعني مش لازم تبقى كل حاجه في الدنيا صح يعني صح. فالمفروض ان الكابتن او القائد ده يكون ليه سمات وحاجات معينه ليس من بينها الاقدميه يعني وان كان الاقدميه لها وجهتها لكن لا تكون هي السبب الوحيد ان انا اختار ما ممكن واحد يكون قديم وهو ما يعرفش يدير فبالتالي مش هينفع يعني صح. فمهم جدا ان الكلام ده فطبعا انا وجهه نظري ان كابتن هاني رمزي اخطا كابتن محمد اخطا ما كان يجوز ان هذا الكلام يصدر في هذه المرحله اللي احنا فيها اعتقد ان الكلام ده يعني اخذ من هاني رمزي ولم يضيف له. سريعا في اجابه سريعه متفائل بمستقبل الكره المصريه ان شاء الله؟ لما اشوف مين اللي هيديرها مترتبه على اللي هيدير اه
تمام. انا بشكر حضرتك يا استاذ اوسي، نورتنا وشرفتنا، ودايما ببقى سعيد لما تكون متواجد معانا. حبيبي يا كابتن امير اشكرك، ويا رب موفق، وان شاء الله نهائي يليق بمصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك استاذ اوسي، كان ضيفنا العزيز في الفقره الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده، الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي، واتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا وختام الأسبوع، إن شاء الله في أسبوع جديد يوم السبت القادم من نفس البرنامج، انتظرونا، إلى اللقاء.